اعمل الصح. صباح الخير يا حمدي. صباح النور يا باشا. ايه بتعمل ايه؟ هكون بعمل ايه يعني يا باشا؟ بحضر دكتوراه جاي انتخب طبعا. ايه ده؟ ده انت لطيف بقى يا حمدي. طيب يا ترى بقى هتنتخب مين؟ حمدي عايزه كلام يا باشا. مورس. هتنتخب اخوان تاني يا حمدي؟ مش كفايه مجلس الشعب يا باشا؟ عايزين بقى نستقر بقى ونشوف اعمالنا بقى واحوالنا ومصالحنا. يعني انت خايف من مظاهرات الاخوان يا حمدي؟ ده احنا ما نبقاش رجاله بقى يا حمدي. في حاجه اسمها الشرعيه، واللي ما يرضاش بحكم الصندوق ما يستاهلش الديمقراطيه يا حمدي. طب انت عارف ان مشروع النهضه ليه مؤخره يا حمدي؟ مش عرفنا يا باشا. الطائر له راس وقيان وله اجنحه وله جسد ويغطيه ريش وله مؤخره كالزعانف. كل جزء من هذا الطائر مهم. وهل الطائر ده مثلا هو مشروع النهضة؟ وخدوا بالكم مؤخرة الطائر برضو عشان نعرف إذا كان مقصود بها حاجة تانية ولا ده. شوف ما قالناش منقار الطائر، قال رأس الطائر وقالش منقاره. لا 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 باشا، بس ما تنكرش برضو إنه عنده خبرة، مش زي الجدع التاني ده اللي اسمه شفيق. خبرته هو والجماعة في إنهم بيعرفوا يكسبوا في الانتخابات. عارف كانوا بيعملوا إيه في الانتخابات يا حمدي؟ إيه؟ بيشتروا أصوات الناس بالفلوس، وفي مجلس الشعب اشتروا أصوات الغلابة بالزيت والسكر يا حمدي. أما في الرئاسة بقى فشغل على مية بيضة لحمة يا حمدي، يا ترى فاكرها؟ أما بقى لو ما عرفوش يشتروا صوتك فما فيش مانع من شوية بلطجة على خفيف. عارف يا حمدي لو فكرت مرة واحدة تنزل التحرير تعترض عليهم هيحصل لك زي ما عمل سيادة النائب الإخوانجي المحترم بالظبط. بس 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 كفايه، سويتها في وشي خلاص يا سيدي، انا حاطط صوتي خالص. حمدي يا حمدي، انت يا حمدي. انت تاني؟ قلت لك خلاص يا سيدي حاطط صوتي. بس كده مورس العياط هينجح يا حمدي. طب سيبنا افكر. هي محتاجه تفكير يا حمدي. دول خدوا مجلس الشعب والشورى والمحليات وعايزين يكوشوا على لجنه الدستور والوزاره وكل حاجه. عايز كمان تديهم الرئاسة يا حمدي؟ ما هو الإخوان برضو لو جم هيبقوا زي مبارك وهيكوشوا على البلد. ويحلمك بقى هيبقوا حزب وطن جديد. والله يا عفارم يا حمدي أخيرا فهمت، وأنا اللي كنت فاكرك مغفل. إيه؟ طب بذمتك شفيق لو فاسد زي ما بيقولوا، حد فيهم في خلال سنة ونص عمالين يقدموا بلاغات كيدية، حد عرف يثبت عليه غلطة واحدة بس يا حمدي؟ أنت تاني؟ ندمان يا حمدي على اللي كنت هتعمله؟ الإخوان؟ الاخوان يا حمدي. خلاص يا عم هتخلينا عيط. ده الجماعه ما اختارتوش مرشحها الاول يا حمدي، عايز انت تختاره الاول على مصر. وما تنساش يا حمدي، خد من الاخوان تموينه وانتخب اللي يرضي ضميرك. يا عم جو رفض مجان اللي انت عملولي ده. خلاص يا سيدي هتخب شفيق. صباح الخير يا ابو حميد. لا 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 لا، سيب لي بقى الطلعه ديت. ها هتنتخب مين؟ اوعى تنتخب اسم مرسي.